ما شاء الله ما شاء الله. طيب سؤالين تانيين، كيف الواحد يتحصل على معلومات عن الأطعمة اللي متواجد فيها العناصر الغذائية الصحيحة والكلام ده يعني؟ يعني انت دلوقتي بتقول ما هو طبق الاكل الصحي، مثال مثلا، صح كده؟ بص يا عم، ركز معايا بقى، الكلام ده انا قلته من قبل بس هقوله تاني، بس في سبيل ان تركز معايا. احنا بنقول الاكل الصحي بتاعنا زي ما قلنا كده متوازن. انا هقول لك في حاجات كده، في 4 حاجات اساسيه، في 6 حاجات، في 7 حاجات، ماشي؟ عشان ما يبقى كل حاجه نقولها. اول حاجه قلنا محتاجين الميه، يبقى الميه دي حاجه اساسيه المفروض تبقى يوميا في ضمن النظام الغذائي بتاعنا. الميه 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه، 23% من العظم بتاعنا ميه، 63 ل 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه. الميه يعني حياه الخلايا جوانا وعملها بفاعل ايه. فبنتكلم عن شرب الميه، ده هنلاقيه فين بقى؟ خلاص، بس الاكل الميه بتاعتنا تبقى ميه معدنيه مفلتره، علشان انت عارف طبعا التلوث موجود في كل مكان دلوقتي. ده كده رقم واحد، تمام؟ ده كده ايه؟ ده كده تمام رقم واحد. تاني تمام حاجه، لما بنيجي نتكلم عن المشروبات برضو مفيد جدا نتكلم مثلا الشاي او القهوه، نقدر نستخدمهم يوميا. انا هكلمك دلوقتي، يعني انا هحطك على الطريق علشان تبقى انت عندك صوره واضحه والحاجات اللي بتتعمل في اليوم ايه، واحنا المفروض دي الصحي فيها ايه والغير صحي، علشان يبقى احنا ايه عندنا صوره كامله نستطيع ان احنا نتعامل بيها في هذه الحياه. ما هي الصوره الكامله دكتور احمد بشكل بسيط؟ المشروبات مثلا الشاي والقهوه، لما نيجي نستخدم الشاي والقهوه بنقول مع قليل من السكر او بدونه، او بدونه، لان طبعا كثره السكر يعني كثره التهابات جوه الجسم عندنا وبالتالي مشاكل صحيه عديده. فاحنا بنقول مثلا وليكن بنقول الشاي والقهوه نشربهم، لكن بنقول لو احنا عندنا مشاكل صحيه يبقى بلاش. لو ما عندنا، لو مثلا عندنا مشاكل في العظام المختلفه، عندنا حاجات معينه مثلا، لو ما عندناش، مش هتكلم انا بتكلم دلوقتي طبق الصحي لشخص صحيا بخير. فيعني يعني ممكن نقل يعني مثلا الشاي والقهوه احنا بنقول مثلا احتياجنا يوميا 3 كوبايات مثلا من الشاي، او كوبايتين من القهوه، او كوبايتين شاي وواحده قهوه في اليوم، بحيث المهم ما نزيدش عن 400 ملي جرام من الكافيين اللي موجود في الشاي او القهوه اللي موجود عندنا اللي احنا ممكن نستخدمه يومي. بنقول نقلل من الحليب ومنتجات الالبان، الحليب ومنتجات الالبان محتاجين من حصه لاتنين حصه يوميا مثلا من الحليب او منتجات الالبان. بنقول برضو عايزين نقول بالنسبه للعصاير، بالنسبه للعصاير انا بكلمك دلوقتي في جزء المشروبات، عشان برضو ما انت عارف المشروبات عشان الاكل بتاعنا يبقى صحي بعمل ازاي. لو بنتكلم عن المشروبات بنقول المشروبات، بنتكلم في العصير، العصير مثلا بنقول عايزين كوبايه عصير يوميه، وبنقول بتبقى بدون سكر يفضل، وبنقول مثلا بالنسبه للمشروبات السكريه عايزين نتجنبها ونمنعها اصلا، والحاجات المحلاه صناعيا كل الحاجات ديت نحاول ان احنا نمنعها. معايا؟ تمام. ايوه آه. تمام اه تمام دي العصاير، بنقول نتجنب المشروبات السكريه. ده كده بالنسبه للمشروبات. طب يا دكتور محتاجين تاني، محتاجين الحبوب الكامله. الحبوب الكامله زي ايه؟ زي خبز القمح. الحبوب الكامله زي خبز القمح الكامل والارز الاسمر والمكرونه من الحبوب الكامله، وعايزين نقلل من الحبوب المصفاه زي الرز الابيض والخبز الابيض، زي ايه؟ الرز الابيض والخبز الابيض. ده كده بالنسبه للحبوب الكامله، دي المفترض الجزء الاولاني من الطبق بتاعنا. الجزء الثاني بنتكلم عن البروتينات الصحيه. البروتينات الصحيه زي يا دكتور احمد بنقول تناول الاسماك والدجاج والبقوليات والمكسرات، وعايزين نقلل من اللحوم الحمراء. لو عايزين ناكل اللحوم الحمراء مره او مرتين حد اقصى في الاسبوع، بحجم قطعه الكبريت، علبه الكبريت 100 جرام، ما نزيدش عن 100 جرام بروتين، مصدرها هيكون اللحمه الحمراء. عايزين برضو نقلل من الجبنه وتجنب تناول شرايح اللحوم البارده والانواع المعالجه صناعيا. نقول تاني برضو يا دكتور احمد، بنقول الخضروات. طبعا بنقول الخضروات، بنقول كلما زادت الخضروات وتنوعت مصادرها كلما يعني زادت الفائده اللي احنا ممكن نحصل عليها من الخضروات. بنقول الفواكه، ده احنا قلنا ثلاث حاجات اهوت، قلنا الحبوب الكامله، قلنا البروتينات الصحيه، الخضروات، الفواكه. ده يبقى كده 4 حاجات اهو. الفواكه بنقول برضو كلما زادت تناولنا الكثير من الفواكه بانواع مختلفه كلما زادت ايضا الفائده. في حاجه بقى تانية، الدهون. احنا قلنا الدهون الصحيه، الدهون الصحيه بناخدها منين؟ عشان الاكل بتاعنا يبقى صحي نحط الدهون الصحيه، سواء كان على طبق السلطه او نستخدم الزيوت الصحيه زي زيت الزيتون والكانولا، واما نيجي نطبخ الاكل بتاعنا نستخدم زيت الزيتون والكانولا، اما نيجي نحضر السلطه نحط برضو زيت الزيتون والكانولا، اما نقعد على الترابيزه بتاعت الاكل بتاعتنا نحاول قدر الامكان زيت الزيتون والكانولا يكون موجودين عندنا، بس نقلل شويه من تناول الزبده وتجنب الدهون المتحوله. بس كده، والحاجات الحاجات المحفوظه وكل هذه الاشياء نحاول نبعد عنها، واهم من ده كله مع هذا النظام الغذائي الرياضه. يعني في ناس ممكن يبقى في هذه الحياه يكونوا بيلخبطوا في حياتهم في الاكل، لان الرياضه النشاط. لا، في ناس ممكن يكونوا بيلخبطوا مش ماشيين زي الكلام اللي انا بقوله 100%، لكن اللي بيظبط كل هذه الاشياء او اللي يمنعهم المرض بالرغم ان هم بيعملوا حاجات تمرضهم، الرياضه او المجهود البدني العالي اللي هم بيبذلوه.
الله ينور عليك، ما شاء الله عليك يا دكتور. الله يخليك. انت في مذيع صح يا دكتور؟ انا طلعت في التلفزيون المصري، وطلعت في التلفزيون السوداني، وطلعت في التلفزيون التركي. تلفزيون آه، انت اتفضل. فداك الله. مضيف انت هنا صح؟ مذيع. انا حاليا ما عندك سافرتش. محتوى، انت عندك محتوى مفيد يعني، الله يسعدك، ربنا يحفظك، ربنا يكرمك. شخص طيب يعني، جميل ما شاء الله يعني، الله يعني. فليش ما تستفيد من هنا؟ انا عارف ان الظروف في مصر زفت يعني، انا مش قاعد في مصر والله، انا قاعد في تركيا يعني. ايا ما يكون في ظروف العالم كله يعني. عشان البندام اوبوتشن، عشان جائحة كورونا. فلو عملت لو عندك اي اسئلة ممكن تسألني، نفيدك تاني. انا متشكر جدا، انا طولت عليك يعني، لا لا، معلش. ولا لا يهمك، انت بس دعوة صالحة ليا، الكلمة الطيبة اللي انت قلتها في حقي دلوقتي تكفيني يعني. ربنا يسعدك ويرزقك ويرضى عنك يعني. اللهم امين، اللهم امين، واياكم واياكم، ربنا يسعدك يا رب ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره، اللهم امين. ما شفتكش، لم اللهم انال امين. الشرف ان انا اشوفك، لكن القلوب تتلاقى. ربنا يعني، ربنا يخليك. يسعد، الله يسعدك، تمرني باي شيء. عملت لك متابعة عشان ما ادخل عندك يعني. وانا ايضا عملت لك متابعه، ربنا يحفظك. حبيبي يا دكتور، حبيبي. الله سعيد يسعدك جدا بلقائك، واتمنى لك رحلة سعيدة ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا يسعدك، يلا يومك سعيد، حياتك كلها سعاده، يلا يومك سعيد، السلام عليكم، مع السلامة. الله يسلمك.